مكان اسمه بيوتي افنيو كلينيك. فصبيه قالت انه عندهم عروض يلي هن اوكي عندنا اللاشز الكلاسيك اللي بتبان ناتشرال 600 بدل 700 اوكي جاي والفيل بتاعها ب 400 جاي والتو دي عندنا ب 800 اوكي لو انت عايزه حاجه تبان ناتشرال وفي نفس الوقت تبقى كثيفه لو عايزه تستغني بقى عن الميك اب وكده وهكذا عندنا ال 3 دي وال 4 دي وال 5 دي بتزيد الكثافه حسب ما حضرتك تحبي ما شاء الله عندنا النيلز عندنا الجيل اكستنشن ب 600 والجيل شلاك ب 400 ثانك يو فيري ماتش. سمعتوا يا صبايا ولا ما حدا ياكل لي دماغي وراسي؟ هلا صبية قالت لكم كل المعلومات وانا بعدين رح افسر لكم على السيرفيسز كمان. ميرسي حياتي ثانك يو. معلش بدي ارجع اسالك وات ار يو دوينغ اكزاكتلي؟ نحن بدنا نعمل تريتمنت بدنا نرجلش الإفرازات الدهون بالبشرة وبدنا نعمل ديب كلينسينج كمان نشيل بلاك هيدز اند وايت هيدز اند تريتمنت للبيجمنتيشن وهيدا اللي جاي وهيدا الانزيم ماسكي بريباريشن للديب كلينسينج تعمل بشرة طريقة وبيفتح المسام. أنا هون with her ladyship ديانا رزق غنية عن التعريف وطبعاً رح أسكن تحت بالdescription box رابط لصفحتها بالإنستغرام أروحوا شوفوها. فهلأ بلشنا التنظيف. Stay tuned. ليش على شكلي هيك؟ ما في طريقة أفضل وأحسن لصور يعني نزل ميك اب وصور إنه عم بيعمل فيشن. Now what are we doing? Dermabrasion. Okay. It's a diamond peeling. To make the pores less visible. I will translate all this, by the way. Again, sorry. لا بالعربي من أنا رح ترجم بعدين. سوري. بالعربي بيكون كتير منيح. أوكي. هنحط هلا pure vitamin C. أوكي. أكيد حيحلو شوي. أوكي. It's normal, okay. ماشي. ليش شو بيعمل شو رح يعمل؟ vitamin C it's antioxidant. بيحلو كتير منيح شوي. أوكي. Keep it glow. ريحته كأنه وليت فيتامين سي اوف كورس ريحته كأنه برتقان مش هيك؟ صح بس البيور كأنه عم باكل الأورنج مظبوط
خي أبرد. Face is glowing. هلا حنحط انا البلاستيك ماسك اللي هو معناته بيعمل فيرمينج للسكين اند جيف وايتنس. اوكي وشو اتس انتي ايجينج. شو بعد في steps or like this is the last one? No, we have more steps. Okay. هلا صرنا بنص ال steps. معليش يا جماعة بدي أعتذر بالأول ما فسرت كتير زائد الغرفة النور كتير ضعيف فيها وأنا مصور بالموبايل بس بالقلب يعني ما عندي فلاش فبعتذر على الإضاءة اللي منا منيحة و يا معليش شفي على أزرق بس لأنه كتير مسقعة وكتير برد. أحلى من هيك تنظيف ما في. If someone is looking for a real deep cleansing, مش بس cleansing, كل it's a whole package. ديانا is the way to go. مش to go, بس to come. مش هيك ديانا؟ Thank you so much. Thank you, Anneli. Thank you. Thank you big time. Thank you for taking care of my skin. I know. I know, and it's awesome. The treatment that I'm doing for you for the after the deep cleansing, it's called Kronos, from Kron, from face, okay. Anatomy, and it's giving glow and a very healthy look. It's working on the firming, okay. Glowing. Elasticity. Mm-hmm. And usually all the people stars, the people that they are getting really tired, you know, from the camera makeup, they are coming and doing this treatment and they are in love with them. I'm in love with it already. European skin from Morocco. No. First time I hear like this sentence, a European skin from Morocco. Yeah, really. The color, the quality, the thickness, everything. Is it a good thing or it's a bad thing? Look, it's not a bad thing. Okay. But usually the Mediterranean skin, it's thicker. Yeah, the elasticity and everything. It's they are not getting old so fast. Okay, well I'm getting old really fast. What to do? Not now, later on. Okay.
fresh, like a brand new skin. And other vitamins. هذا هو شكل وشي في نور الله نور تصدق بي again excuse تحت عيوني لأنه طبعاً مني لم نزل كونسيلر ولا مغطيان ودائماً بقول إنه عندي زرق تحت عيوني بس الإحساس رهيب رهيب قد ما إلكن عم حس كأنه عندي جلدي جديدة طبعاً شي نقاط حمر وشي شوي ورمان لأنه على الديسترس ولا على الستريس لما بينشال ويتنظف كل المسامات بس طبعاً كل هذا راح يروح بكرة إن شاء الله it's gonna be a better skin ولا new ولا brand new skin. إذا عجبكم الفيديو like usual اللايك اشتركوا بالقناة بشوفكم فيديو جديد من هون حصريا القاهرة مصر أم الدنيا.